أهلا بكم أعزائي بفيديو جديد. طبعا هذا الفيديو الأخير عن أنواع البيانات، وأيضا الفيديو الأخير بالمستوى المتوسط أو مستوى الأساسيات، فلابد أن ننتقل للمستوى المتوسط بعد ذلك، لن نبقى بالأساسيات. صحيح علينا أن نتعلم أشياء أخرى، وأنتم تعرفون كثير للتو، ويجب أن تنتقلوا معي للمستوى المتوسط، لكن قبل ذلك يجب أن ننتهي من هذا الموضوع. يجب أن نقوم بإنشاء جدول البوكيمونات أو البوكيمون، وأيضا يجب أن نقوم بتعلم أنواع بيانات جديدة، وسنتعلم اليوم نوعين مهم جدا أن نعرفهما، والنوع الأول هو اسمه بوليان، والنوع الثاني هو اسمه إينا. فإذا لنبدأ بهذا الموضوع. فإذا سنقوم بإنشاء هذا الجدول، يمكنك أن تنشئه معي كالعادة، أو يمكنك أن تقرأ الأسئلة. فيمكنك أن تنشئ معي أو تقرأ الأسئلة. ماذا يعني ذلك؟ يعني هنا بالسؤال رقم 4 بالتمرين 313 الأشياء هنا وتنشئ، أو تستمع لهذا الفيديو. فإذا تفضل معي لننشئ create table، اسم table بوكيمون، ممتاز، وفيه فيه أعمدة. العمود الأول سننشئه ID، وهو عبارة عن int primary key و auto increment. طبعا ربما تسأل تقول ما هي هذه البوكيمون؟ اعتقد انك تعرفها، لابد انك تعرفها. صحيح، ابحث عنها على الانترنت وستجدها. البوكيمون هو اسم لعبة كانت برنامج كرتوني في الماضي في التسعينات ربما، ثم في بعد 2000 أو لا أذكر أي عام أصبحت اللعبة على الهواتف، وهي عبارة عن، لا أعرف ما هي اللعبة تحديدا، لكن هنالك كائنات اسمها البوكيمون أو البوكيمونات، ويمكن أن كل كائن له قدرة معينة، له نوع معين، أو كل بوكيمون له نوع معين، له قدرة معينة، له سرعة معينة، له قوة الدفاع، قوة الهجوم، وهذه القصص. فإذا هذه الأشياء التي سننشئها. بداية نريد أن ننشئ قوة الدفاع. فإذا قوة الدفاع base attack، أن كم نقطة للدفاع، كم قوة للهجوم عفوا، base attack للهجوم، كم نقطة للهجوم، فهذا عبارة عن رقم، فيجب أن يكون رقم صحيح int. صحيح. الموضوع الثاني سنكتب base defense، ويعني الدفاع، وأيضا هي عبارة عن نقاط، ويمكن أن نعطيها int يعني رقم صحيح. أيضا يوجد لدينا base speed، الأساس السرعة أو السرعة الأساسية، والتي هي أيضا عبارة عن int لأن السرعة هي رقم. نريد أن نسأل هل هذا البوكيمون strong، is strong، هل هو قوي؟ فهل هو قوي يعني إما true أو false. هناك عالم بريطاني اسمه بولي، وهذا العالم قام بإنشاء الجبر معين يعتمد على الواحد والصفر أو 1 و 0، وهو الأساس الحاسوب 1 0. صحيح، يعني إما true وإما false، يعني إما صحيح إما خطأ، وبناء على اللوجيك أو المنطق الذي هو أنشأه أو القواعد الرياضية التي أنشأها بهذا الخصوص، تم تسمية هذا النوع من البيانات بوليان، بوليان نسبة للعالم بولي الذي قام بإنشائه. فإذن أعتقد اسمه بولي، طبعا يمكن أن يكون أنا كتبت اسمه أو بولي، لا أعرف، قرأت اسمه خطأ، لكن هو هذا الاسم نسبة له. فسنعطيه قيمة is strong، نعطيه قيمة default false، أنه ليس قوي. فأيضا يمكن أن نسأل is powerful، هل له قوة عظيمة؟ فأيضا هو عبارة عن boolean، وسنعطيه default false. أيضا سنسأل هل هو نوع مائي، فإذا is water type، فهنا يمكن أن نكتب أيضا boolean والديفولت فولز. طبعا هذه الأشياء التي أنا قلتها الآن ربما قلتها بشكل سريع، لكن نوع البيانات بوليان هو إما أن يكون true or false، قيمتين فقط، لا يمكن أن يكون قيمة ثالثة، إما true وإما false، إما 1 أو 0، يعني إما true or false. فهنا بكل بساطة is strong، هذه الكولومز فقط إما صحيح أم خطأ. مثلا من البيانات التي يمكن أن تأخذ بوليان، مثلا بالنسبة لجدول المستخدمين، إذا كان اليوزر active أو inactive، إما active أو غير active، إما نشط حسابه نشط إما غير نشط، وبالتالي
إما true وإما false. فربما أعطي حالة الحساب، ماذا أعطيها؟ أعطيها بوليان، إما true or false، صحيح؟ وهنا بهذه الحالة أيضا هنا بالبوكيمون أيضا أعطينا هذا الموضوع، لا مشكلة. أيضا هنالك نوع بيانات آخر الذي هو عبارة عن يسمح لك بتحديد القيم للعنصر. يعني مثلا إذا أردت إنشاء مثلا بوكيمون تايب هنا جيد بهذا الشكل، فالبوكيمون تايب يمكن أن يمكن أن أكتب بار كار هكذا مثلا ورقم معين مثلا 50 كذا، لكن هذا يتيح للمستخدم أن يدخل أي شيء، لكن أنا أريد أن أحدد فعليا نوع البوكيمون الذي الذي يمكن أن يكون واحد من قائمة أنا لدي تم تحديدها مسبقا. فمثلا إما يكون هذا هو عبارة عن فاير بوكيمون، مثلا بوكيمون ناري، يمكن أن يكون ووتر مائي، يمكن أن يكون إلكتريك يعني كهربائي أو إلكتروني، كهربائي إلكتريك. فبالتالي أنا أريد تحديد هذه القيم. لتحديد هذه القيم هنالك نوع اسمه إينام، وبإينام بهذا الشكل، طبعا أنا لا أريد القيمة نال فسأكتب هنا نات نال، وهنا بإينام يمكن أن أحدد القيم قائمة. فإما يكون هذا العمود، إما يكون فاير، إما يكون ووتر، إما يكون إلكتريك. جاي سأجلب القيم من أنسخها من الموقع، فإذا هكذا، فإذا هذه هي القيم للاختصار قمت بنسخي، فإذا هذه القيم متاحة. فسأقوم أيضا بجلب جملة الإنسيرت حتى أدخل بيانات بنفس الوقت، وهنا سأدخل البيانات بهذا الشكل، سأغلق هذا وأقوم بـ run. فإذا لاحظوا هنالك خطأ، فإذا ما هو الخطأ؟ يقول unknown column بوكيمون نيم، طبعا أنا نسيت أن أضيف هنا كولوم اسمه باسم هذا البوكيمون النيم والذي هو باركار 50 وسنضع فاصلة، فإذا run. طبعا هنا يجب أن أكتب بوكيمون ورن، فإذا لاحظوا ها هي قيم هذا البوكيمون، فإذا لنراها معا. فإذا لاحظوا لدينا الأيدي، لدينا البوكيمون نيم، الأتاك هو عبارة عن رقم، وديفنس رقم، وسبيد رقم، إيزا سترونج لاحظوا تم استردادها كون كواحد، لماذا؟ إذا كانت القيمة ترو لاحظوا أن الإدخال، إذا عدنا إلى الجدول لاحظوا الإدخال، نحن أدخلنا true false، أدخلنا قيمة true boolean إما true or false، لكن النتيجة هنا في القاعدة أصبحت 1 أو 0، لا مشكلة، صحيح أيضا، هذه عبارة عن true، هذه false، جيد، وهنا نوعه. طيب أنا أريد مثلا أن أقوم بخطأ، أقوم بخطأ معين، وهو الذي أنا سأحذف هذا، جيد، لا أريد أن أدعم grace أو grass، فبالتالي سأقوم برن. فإذا لاحظوا جاءني خطأ، والخطأ يقول أن هنا، لاحظوا هنا أنا قلت أن نوع هذا البوكيمون هو جراس، هكذا نوعه، ولكن لا يوجد جراس ليست ضمن هذه الأشياء الموجودة هنا، وبالتالي هذا خطأ، لأن إينام يؤكد أن تكون القيمة المدخلة في هذا العمود هي واحدة من هذه القيم. فهذا الإينام يمكن أن يكون مفيد في إنشاء جدول مثلا لعمود مثلا يكون فيه للمستخدمين، مثلا دعونا نقول للمستخدمين، مثلا المستخدمين لدينا المستخدمين يمكن أن يكون لهم أدوار، من الأدوار أن يكون مثلا سوبر أدمن، يكون أدمن، يكون مثلا مؤلف، كاتب، يكون محرر، يكون مثلا مشترك، فأكثر من نوع، صحيح، لكن محددة هذه الأدوار. فهذه الأدوار كلها يمكن أن أضعها بإينام في قاعدة البيانات وأحددها، ولا أسمح للشخص أن يدخل أي نوع أو أي دور للمستخدم. أنا أحدد الأدوار في structure القاعدة البيانات التي لدي. وهنا أيضا حددت نوع بيانات البوكيمون أو نوع البوكيمون من خلال إينام. فإذن هذا فيديو سريع فقط لنتعلم معا حول البوليان وحول الإينام. أتمنى أن هذا الفيديو كان مفيد لكم وتعلمتم شيء جديد. انتظروني بالمستوى القادم من الدليل الشامل لـ SQL، وأتمنى أنكم تستفيدون من هذا الدليل، ونلتقي لاحقا. مع السلامة.